السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ كارمن. النهارده الفيديو بسيط وسريع وجميل جدا. هنعمل مع بعض البليله وهنعمل مع بعض العاشوره، وكل عام وانتم بالف خير. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير بطريقه سهله وبسيطه جدا. جبت كوبايه من القمح المتنقي حلو جدا، وغسلته كويس وحطيته في حلة على النار وعليهم 5 كوبايات من الماء البارد، ونقعتهم من بالليل للصبح او تنقعيهم من بالليل لحد الفجر، وتحطيهم على النار وتشيلي اي شوائب بالمعلقة تطلع، وتفضلي تقلبي كويس جدا لحد ما البليلة تخرط النشا اللي فيها وتبقى بليلة، وتاخديها وتعملي مشروع عربية بليلة. وبعدين تعملي كوباية من البليلة بعد ما تستوي وتحطي عليها لبن وسكر وتشربي احلى بليلة او من غير لبن براحتك. بعد كده نيجي نعمل العشورة. جبت كوباية من البليلة وعليهم 2 كوباية من اللبن البارد، ومعلقتين من النشا، ومعلقة فانيليا صغيرة، وسكر حسب المذاق. جبت الحلة وحطيت فيها 2 كوباية البليلة المستوية و2 كوباية اللبن البارد، وفكيت اللبن النشا في معلقتين اللبن او مية ساقعة، شوف انت بتعمليه ازاي، وحطيتهم مع اللبن والبليلة، وقعدت اقلب كويس جدا عشان النشا ما يكلكعش. وخلي بالكم البليلة بيكون فيها نشا، ممكن تزودي بليلة لو انت عايزة، اللي هي الغلة البليلة. بعد كده حطيتهم على النار وقعدت اقلب كويس جدا لمدة 7 دقايق لحد ما اللبن غلي كده وبدأ ايه مع النشا يغلظ القوام بتاعه. وبعدين حطيت بقى ايه بعد ما شكشك كده وبقى شكله جميل، بقى رحت حطيت ايه السكر والفانيليا وقعدت اقلب 2 دقايق كمان لحد ما السكر بقى ايه في البليلة او العشورة، خلاص بقت عشورة كده. وحضرت الكاسات بتاعتي كويس جدا. جبت بقى انا كاسات ايه حجم العادي والحجم الصغير للعامل دايت، حبيت اوريكم يعني تتقدم بكذا طريقة ومحدش يحرم نفسه من حاجة. وايه فحطيتهم بقى ايه الكاسات كده مليتها كلها. شايفين بقى البليلة شكلها حلو ازاي، بقى العشورة بقى انا عمال اقول بليلة ايه، خلاص احنا دلوقتي دخلنا في العشورة. وبعدين حطيتها بقى في الكاسات بقى بالاشكال دي، وحطيتها في التلاجة بقى لحد بقى ايه ما بقت ساعة كده، شوف انت هتحطيها كام ساعة. شايفينها طلعت ازاي جميلة جدا، رز بلبن دي ولا بليلة الاتنين مع بعض، رز بلبن ولا عشورة الاتنين ايه ده في واحد، حاجة جميلة جدا. وزوقتها بقى بالمنظر الجميل ده اللي انتوا شايفينه، في مش بيحبها بالمكسرات وفي بيحب عليها مكسرات، طبعا طريقة التزيين دي ترجع لك. وحطيت انا بقى فراولة كده منظر كده حاجة دلع كده، يعني حبيت اوريكم كذا طريقة. تعالوا بقى اوريها لكم من جوه بقى معلقة كده، يا سلام طبق عاشورة، عاشورة يا سعبعال العاشورة. فاكرين سهير البابلي العاشورة يا ام بدوي. المهم بقى ايه طلعت طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. ارجو ان الفيديو النهاردة بتاعي يكون عجبكم، وما تنسوش الاعجاب والشير للفيديو، وعايزة الفيديو يوصل لاكبر عدد. وعايزة اقول لكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والكومنت ان سبسكرايب، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بون ابيتيت، مطبخ كارمن، مع السلامة مع السلامة، مطبخ كارمن.